إذا صادفت هذه العربة المتنقلة أو كما يطلق عليها بالعامية برويطة بمحرك آلي بمنطقة كاب جنات بولاية بومرداس، فلا تستغرب لأن المشهد أصبح مألوفا هنا. الشاب خليل صنع لنفسه اسما في غضون أسابيع بعدما قام بتزويدها بمحرك وبسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. برويطة وكانت عندي موتور هكذا يا صالح يتلوحوا في خردة، قاعد جاتني فكرة تاع برويطة وبديت نخدم فيها. قلنا من مكونة برك؟ عندها هنا موتور تاع الموطو، هذا ريزيرفوار تاع الموطو، هنا شغل كاين بياس تاع حديد، وكاين هذه الباتري تاعها بدنا تنوض، داير لها باتري هنا باه تنوض تاعها، وكي نعود نخدم يتفبلوا لي الباتريات في الكراج، نحط واحدة هنايا وندير هذو لي كابل ونمشي. البرويطة العجيبة كما يحب خليل تسميتها هي فكرة جسدها بفعل الحاجة، أولا للتنقل ونقل البضائع، ولكن هي نتاج شغف كبير للميكانيك والآلات السريعة خصوصا، وأن الشاب يعمل كميكانيكي في منطقة كاب جنات. يا ولا 95 بالزعر نخافها. جاتني الفكرة تحم خدمة تاع الميكانيك، شغل مال في الدومين تاع الميكانيك هكذا جات في راسي من العبره هذيك تاع البرويطه اللي كنت تطبعوها طبعها العالم هذاك بلافو ما طقلاش كي درج بدا ماشاريع، حكايه كانت في راسي ومنها طبقتها في البرويطه. بدات تاعها في نفسيتي، انا نحب نكون عندي حاجه مكسبه حتى واحد نقضي بها لداري، دائما نقضي لداري نجيبو بها، عندي خويا هنا يبني كي خصو هكذا سيمان نجيب له بها ترفد قنطار وشويه هكذا قنطار ونص نجيبو عادي. ويسعى الشاب خليل إلى تطوير آلات استثنائية أخرى لعل وعسى أن يتلقى بعض الاهتمام والدعم من الجهات الوصية لتجسيد أفكاره على أرض الواقع.